من بغداد حسام، فصائل المقاومة الإسلامية تقول بأن القصف شمل أيضا مقر قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي غربي العراق، ماذا لديك من تفاصيل حسام؟ نعم، القصف استهدف مقر قيادة عمليات الأنبار التابعة للحشد الشعبي الذي يضم عدة فصائل عراقية ومن بينها كتائب حزب الله. أيضا القصف استهدف أكثر من مستودع أسلحة في القائم وأيضا في منطقة عكاشات على الحدود العراقية السورية. عرضت الآن على الشاشة العربية مشاهد من هذه الضربات. أيضا هناك معلومة وصلتنا الآن من قائم مقام قضاء القائم، أكد أن غالبية المنازل القريبة من تلك المقار هدمت. حدثت لحد الآن لم يتحدث عن سقوط خسائر بشرية، لأن غالبية الأهالي خرجوا قبل أو بعد الضربات بسبب المحاذير التي أبلغتهم بها السلطات العراقية بضرورة إخلاء المنازل. لكن تسمع أصوات سيارات الإسعاف بشكل مستمر في القائم، وأيضا تكبيرات الجوامع التي تدعو المواطنين إلى عدم البقاء في منازلهم وأن يستقلوا أي وسيلة نقل للخروج والهروب من قضاء القائم. أيضا في الأثناء أيضا هناك معلومات عن استمرار التحليق الطيران المسير، أيضا سواء الأمريكي أو المجهول الهوية لحد الآن. أيضا هناك معلومات تشير إلى أن الفصائل وجهت أول هجمة ردا على القصف اليوم إلى القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو في سوريا. كذلك حتى اللحظة بعد تواصلنا مع الجهات العراقية الرسمية، لحد الآن لا يوجد أي تصريح رسمي، رغم أن الجانب الأمريكي صرح وأكد وآخره الرئيس بايدن قبل قليل، لأنه لحد الآن لا توجد أي تصريحات رسمية أو بيانات رسمية عراقية بخصوص تطورات الموقف. نعم. نعم.